نعرف اليوم عمليات القسمة. إذن سأنادي على عبد الفتاح، أنوار، آدم، ياسر. هيا، إذن أريد 10 أفراد. أريد 10. هيا رشيد، نعم، ريان، قبلان، ياسمين، هدى. هل اكتملت 10؟ باردون، كم نحن؟ 3. نعم، أيمان. إذن يلا يلا منيعي، هيا. إذا انتبهوا وأنصتوا جيدا، ماذا سنفعل؟ يلا هدى اجلسي من فضلك. يلا إذا كم لدينا من فرد؟ لدينا 10 أفراد أو 10 تلاميذ. انتبهوا جيدا، شكلوا مجموعات متكافئة من 5 أفراد. من 5 مجموعات من 5 أفراد. جيد، إذا انتبهوا، لاحظوا لاحظوا جيدا، كم شكلنا من مجموعة؟ مجموعتان. إذا كان لدينا 10 أفراد، شكلنا مجموعتين، نعم، متكافئتين، يعني بنفس العدد، مجموعتين من 5 أفراد. هل بقي هناك فرد؟ لا. لا، جيد. إذن مكانكم، زينب، هبة، أميرة، هيا، ياسمين، وئام، إيناس، هدى، ملاك، كم نحن؟ 7 8 9 10، نعم، 11 12. يكفي. إذا انتبهوا جيدا، دائما شكلوا مجموعات متكافئة من 5 أفراد. هيا شكلوا مجموعات من 5 أفراد. هل شكلتم المجموعة؟ إذا لا أرى الفرق بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. وآدم وآدم، ريان وآدم، بقي. إذا كم كان لدينا من فرد في البداية؟ 12. إذا انتبهوا، لدينا 12 فردا. شكلنا مجموعتين نعم من 5 أفراد. وهل بقي هناك تلاميذ بدون مجموعة؟ نعم. كم عددهم؟ إذا بقي 2 فردين. نعم، بقي فردين. نعم، إذا بقي فردان. يجب أن يحرص الأستاذ على استعمال اللغة الرياضيات السليمة للتعليق على العملية المنجزة، موظفا عبارات مثل مقسومة على، موزعة بالتساوي على، الباقي نصيب كل واحد. جيد، مكانكم، أحسنتم. انتبهوا الآن، عندما قلنا 10 أفراد شكلنا منها مجموعتين، نقول 10 مقسومة على 2 كم تساوي؟ 5. كذلك هنا 12 مقسومة على 2، نعم، حصلنا على 5، والباقي 2. جيد، أحسنتم. سنمر الآن لتعلم عملية القسمة باستعمال الخشيبات. جيد، إذا سأنادي على زينب، هدى، نعم، سارة. يكفي. إذا سأعطيكما حزمة من 12 خشيبة. هيا،
إذن لديكم الآن حزمة من 12 خشيبة. لاحظوا ماذا سأطلب من أصدقائكم. أيمن انتبه، ستقومون بتوزيع الخشيبات بينكم بالتساوي، واضح؟ إذن حاولوا توزيع الخشيبات بالتساوي، وفي نفس الوقت نعم أنا سأرسم جدولا على السبورة. هيا هيا وزع أو وزعنا الخشيبات فيما بينكم، لكن حرصوا على التوزيع بالتساوي. العملية التي قمنا بها، إذن لدينا الرمز الأول والرمز الثاني، واضح؟ إذن هيا زينب املأي الجدول، أنا سأحمل خشيباتك. إذن كم كان لدينا في البداية؟ 12 خشيبة. ركزوا معي، كم كان عدد الأفراد الذين اقتسموا فيما بينهم هذه الخشيبات؟ نعم، لاحظي زينب كم عدد الخشيبات التي تم توزيعها؟ انتبهي جيدا، يعني التي وزعت 12، كان لدينا 12 وزعنا 12، جيد. إذن ما مجموع الخشيبات التي حصل عليها كل فرد؟ كنتم 3، كم حصلت مثلا سارة، كم حصلت هدى، وكذلك زينب؟ 4، جيد. هل بقيت هناك خشيبات؟ لا. إذن ماذا سنكتب؟ 0. أحسنت. إذن لاحظوا كيف سنرمز إلى هذه العملية. مكان كنا، شكرا. إذن الرمز الأول للعملية مجموع الخشيبات، نزهة انتبهي، مجموع الخشيبات التي كانت لدينا في البداية هو 12، نضعه ونكتبه هنا. نعم، أضع خط أفقي وخط عمودي، أكتب 12 هنا. كم عدد الأفراد الذين وزعت عليهم الخشيبات؟ 3، جيد. كم أخذ كل فرد؟ 4. عندما أخذ كل فرد 4 خشيبات، كم كانت الخشيبات الموزعة؟ 12. إذن سأطرح الخشيبات الموزعة 12 من 12، 2 ناقص 2 صفر، 1 ناقص 1 صفر. لاحظوا جيدا، ماذا نسمي 12؟ لأنه هو عدد الخشيبات التي قسمناها، التي وزعناها. كذلك 3 جيد هو المقسوم عليه، وأربعة هو الخارج، ولم يتبقى لنا شيء. هناك رمز آخر لعملية القسمة، سأكتب نعم 12 قسمة ماذا؟ 3 تساوي 4. إذن سأعيد مثالا آخر، لكن سأغير عدد الأفراد. أيمن، أمين، هيا يكفي. إذن دائما سأعطيكم نعم أمام أصدقائكم هكذا 12 خشيبة. نعم، كم لديك من خشيبة أمين؟ 6. وأنت أيمن؟ 6. هل يمكنك أن تملأ الجدول؟ نعم، أعطيني خشيباتك. يلا، كم مجموع الخشيبات؟ 12. نعم، كم وزعنا من خشيبة؟ 12. كم أخذ كل فرد؟ 6. هل بقيت هناك خشيبات؟ لا.
نعم، 12 قسمة 2 تساوي 6، أحسنتما. نعم، إذن آخر مثال، هيا ياسر، مريم، أنوار، أميرة. أريد 5 أفراد. واحد 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 واحد، اثنان 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 اثنان، ثلاثة لا يمكن. إذن كم بقي لك؟ اثنان. جيد، إذن بما أننا سنوزع بالتساوي هنا سيقف التوزيع. جيد إنس، إذن كم كان لدينا من خشيبة في البداية؟ 12. كم عدد الأفراد؟ 5. هل وزعنا 12 خشيبة؟ 10. أحسنتم، نعم، إذن وزعنا 10 خشيبات. وما هو عدد الخشيبات التي حصل عليها كل فرد؟ نعم، 2. هل هناك خشيبات متبقية؟ 2. جيد، إذا من يكتب العملية؟ هيا ياسر. جيد، إذا مكانكم. أحسنتم، إذن المقسوم هنا 12. هل المقسوم عليه 2؟ كم كان عدد الأفراد ياسر؟ 5. جيد، كم أخذ كل فرد؟ خشيبتان. نعم، كانت الخشيبات الموزعة 10، ثم بقي لنا في الأخير خشيبتان. أحسنتم، نعم، إذن 12 قسمة 5، نعم، تساوي 2. إذن تساوي 2، والباقي ماذا؟ الباقي 2. جيد، مكانك، أحسنتم. إذن انتبهوا، لاحظوا كيف سننظم عناصر هذه العملية، عملية القسمة. كان لدينا 12 خشيبة في البداية، نكتب 12 هنا. عدد الأفراد الذين وزعنا عليهم هذه الخشيبات في الأخير كان 5 أفراد. كم أخذ كل فرد؟ خشيبتان. وكانت الخشيبات الموزعة 10. إذا طرحنا الخشيبات الموزعة من الخشيبات التي كانت لدينا في البداية، 2 ناقص 0 2، 1 ناقص 1 صفر. إذن كم لديكم من خشيبة في البداية؟ كم؟ 15 خشيبة. بهدوء، اشتغلوا بهدوء من فضلكم، اشتغلوا بهدوء. هيا، نعم، سي با غراف، سي با غراف. إذن كم أخذ كل فرد منكم؟ أونس؟ لا، ما نديروش أونس، هذا وزعنا بالتساوي. يلا أنوار، انتبه. إذا ماذا فعل أصدقائك؟ كم عدد الخشيبات الموزعة؟ 15. وكم عدد الأفراد؟ 15. يلا اكتب. نعم، جيد. كم أخذ كل فرد؟ هيا اكتب، أين سنكتب 2؟ كم كان عدد الخشيبات الموزعة؟ نعم، هل وزعت 15 خشيبة؟ 12. هيا، نعم، جيد، نعم، أحسنت. إذن 15 خشيبة قسمناها على 6 أفراد. رشيد انتبه معنا، انتبه. نعم، أخذ كل فرد 2 وبقي 3 خشيبات. أحسنتم، هل أنهيتم؟ نعم. أحسنتم، إذن فليتفضل مقرر كل
مجموعة ليعرض لنا العمل الذي قاموا به. جيد. نعم، ارفعوا ألواحكم. جيد. إذن كان لديكم 15، انتبهوا مع أصدقائكم. أيمن 15، خشيبة، وكنتم 6 أفراد. إذن 15 قسمة 6 تساوي 2 والباقي 3. 15 قسمة 5. إذن هنا انتبهوا جيدا، كم كنتم عدد الأفراد في هذه المجموعة؟ خمسة وليس أربعة. خمسة. كم أخذ كل فرد؟ ولماذا كتبتم 2؟ إذن صححوا. إذن كل فرد أخذ 3 خشيبات. جيد. نعم، أحسنت أيمن مكانك. أحسنت أنوار. جيد. إذن صفقوا. أحسنتم، كان عملكم جيدا. انتبهوا، الآن سنقوم بعمل فردي على الدفاتر. هيا افتحوا دفاتركم. أنهيتم؟ نعم. جيد. إذا من يقوم ليصحح؟ نعم عبد الفتاح، هيا. نعم، إذا ركزوا دائما، من أين نبدأ؟ نعم، جيد. إذا في القسمة نبدأ من الرقم الموافق للرتبة الأكبر. إذا كم لدينا هنا؟ 2. إذا 2 نقسمها على 6، هل يمكن؟ لا. إذا سنأخذ 20. جيد. انتبه لي. نعم، نطرح ما وزعناه. جيد. 10. 10. أحسنت. نعم، صفقوا على عبد الفتاح. جيد. إيناس. نعم، جيد، أحسنتم. جيد. إذا تعلمنا اليوم، تعلمنا القسمة باستعمال الخشيبات. شكرا لكم. جيد.